أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردا فأذل دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشترى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزايدين وقال الذي اشتراه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت لك قال معاذ الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك
وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم.